فاتن سعيد جدا بلقائك. ابنك 37 سنة اليوم يذكر لك كل صغيرة وكبيرة ويقول أمي هي سبب كل حاجة. الحمد لله حمدا شاكرا ربي. أنا دائما نؤمن أنه لمن يأخذ نعمة يعطي نعم كثيرة. من النعم هذه أنه أداني أحمد وأعطاني هو بطيف التوحد، والحمد لله أنتوا اليوم شفتوا أحمد بدون أنا ما أقول لكم أي شيء. ما في فرق بينه وبين الناس الثانية؟ أحمد قال لكم هو كان ما كان يقدر حتى ينظر في عيون أحد، ما كان يحب الوحدة، والآن يقول لكم أنا فوق هذا المنبر وبتكلم، وهذا كله بفضل من الله ومنه. الآن يعني الناس اللي عندهم أطفال عندهم توحد يبون يعرفون سر الخلطة، سر الطبخة. أنت ربيتي أحمد أحسن تربية بدون شك، وش السر عندك؟ أبداً لما تلاحظ أنك أنت كأم يعني كيف نبغى الجنة تحت أقدامنا، هذه هي الشيء الواعز. الأم هذا شيء بيخرج منها، فلازم يعني أنا ما كنت أحس أني بتعب ولا كنت أحس أني بأسوي أي شيء زيادة، بالعكس أنا كنت بأدي حاجة أمام الله هو بيساعدني فيها، وصلنا لما وصلنا إليه. أحمد في لحظة تأثر، أحمد إيش اللي يخلي دمعتك تنزل؟ والله هذه كل بفضل رب العالمين الحمد لله، وكل هذه وجودي كل عندي الأب والأم، وهي خاصة أمي. أنا عارف إنه هي تعبت كله من أجلي، لكن الحمد لله هذه يعني دائما متواجدة، وإن شاء الله هذه الاستمرار، وهذه يعني هذه خبر قصة نحن نوجه لكل الأشخاص اللي عندهم توحد، وإن شاء الله يكون كل الأمهات يعرفوا هذا الشيء. التوحد ما كان عائق أبدا؟ لا الحمد لله. لما كانت تتحدث عنك أمك قبل قليل كأنه الدمعة بتنزل عندك. صحيح هذا الدمعة اللي تنزل كله، وما زالت بالفخر وتأثر كل شيء. إيش تتذكر؟ أتذكر لما شيء أمي طلبتني أنه ممكن أسافر لوحدي في أمريكا، فكنت يمكن أتأثرت، فكنت صعب علي أبتعد عني لأنه كنت بكيت وكنت بدي أحضن أمي طول الوقت، فما قلت أبعد عنها، دائما أكون معها طول الوقت، ما قدرت أبعد عنها في كل شيء. لا شك أنا ما أبغى أحزنكم، لكن أنتوا قصة ناجحة الحمد لله. وهذه أنا بقول لهم من هذا المنبر، أنا أدعو كل أم، هم بيقولوا العائلة كلها نعم، ولكن الأم هي الأساس. ليه؟ لأنه الأب وراء مسؤوليات أخرى، لكن الأم مسؤوليتها أولادها قبل كل شيء. مع أني أنا سيدة عاملة، لكن في فترة من فترات حياتي أنا تركت كل شيء عشان أتفرغ لأحمد ويكون بالطريقة اللي أنتوا الحمد لله شفتوا لي ما وصل إليه. إيش تبغى تقول؟ أكيد في بالك كلام، إيش حاب تقول؟ أنا أشكرك يا ماما، وأنا آسف إنه تعبتك كل شيء حتى لو أنا كبير، بس أنا إن شاء الله يكون هذا المستقبل. تعرف أحمد إن إحنا فخورين فيك؟ أحمد تسمح لي أبوس راسك؟ أنت شخص عظيم، لأنك فعلاً اليوم قدمت لنا رسالة مختلفة. رجل ناجح، رجل قدم شيء كبير جداً، ورجل قدم ما لم يستطع عليه غيره. يعني أنت الآن تخرجت وعملت، وكل هذا أكيد بفضل الأم، دائماً الأم مدرسة. إحنا سعيدين جداً بلقائك أحمد. تسلم، شكراً لك يا سيدي. وأنت سفير فعلاً، يعني أنت سفير لذوي الإعاقة، وبإذن الله أكيد العالم حيتعلمه أنه أهم حاجة مثل ما قالت والدة أحمد، التدريب والتأهيل هو طيف فقط، بمعنى أنها مرحلة، ومن ثم الطفل اللي عنده توحد أو الشخص اللي عنده توحد سيندمج مع الأشخاص العاديين ويصبح إنسان طبيعي، إنسان مثلهم مثل أي إنسان آخر. الدمج كان من البدايات، ما من يوم ما كان في الحضانة أحمد دمج، لم نفصل عن المجتمع تماما. أخذ مننا وقت وجهد، لكن بفضل من الله ثم بفضل التأهيل المستمر، بفضل المواظبة. نحن يعني إلى الآن ندرس الأبحاث، أحمد يجيد اللغة الإنجليزية والعربية تحدث وكتابته. أحمد فخر لكلنا، كل الناس. إذن 37 عاما وأحمد يعني يندمج مع المجتمع في بطريقة جميلة جدا، كلها بفضل بدون أدنى شك البرامج التأهيلية، وأيضا الفضل يعود لوالدة أحمد هذه الأم العظيمة.